السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم. فيديو جديد من تعليم كل شيء. إن شاء الله هنشتغل الشنطة الخشب اللي هي طالعة ترند الأيام دي، اللي هي بتعتبر بجنبين خشب، ودي بتبقى القطعة اللي قدام المسطرة بتبقى قدام في أول الشنطة. طبعا احنا ممكن نستخدم لها ايد جلد زي اللي احنا عملناها المرة دي، أو إن احنا ممكن نجيب لها ايد زي اللي طالعة الأيام دي اللي هي الإيد الهندي، أو إن احنا ممكن نعمل لها ايد بالكروشيه برضو. ممكن نعمل لها فيديو جديد لوحدي. دلوقتي ان انا اجيب جناب الشنطه عشان اشتغل عليها. هنجيب الجنب بتاع الشنطه وابتدي اعمل غرزه لتزيين الجنب دوت. اعمل غرزه منزلقه وكل الفتحات اللي موجوده فيه كده. هسحب الخيط بس بحيث ان انا الخيط الزيادة ده هيبقى موجود معايا كده، عشان اسحب من تحتيه الخيط التاني واقدر اداريه في الشنطة. هنكمل الجزء ده كله بغرزة حشو، وهنطلع ادوار غرزة حشو بالطول اللي احنا عايزينه للشنطة. برضو الزاوية ادخل عندها كده، وبرضو اعمل منزلقة. نبدا نوصل لاخر واحده، ودي اخر غرزه معانا. هيبقى بالشكل ده. بدات من الناحيه دي عشان انا مش عايزه اقطع الخيط، هكمل من هنا كده. هعمل في كل واحده من هنا غرزه حشو. هعمل اتنين غرزة حشو. ندخل من هنا عشان يبقوا مظبوطين. هعمل في كل فتحة من دول اتنين غرزة حشو، وحريص ان هما يكونوا بعيد عن غرزة المنزلقة اللي احنا عملناها قبل كده. الطريقة دي Yeah.
هاجي هنا في الزاوية في الكورنر ده بتاع القطعة دي، هعمل فيها تلاتة غرزة حشو. عشان الحيط يبقى مرتاح وهو بيلف كده، هكمل بقى بقية الشغل كله اللي احنا هعمل فيها اتنين حشو في كل فتحة من الفتحات اللي عندي دي، والكورنر هعمل فيه تلاتة غرزة حشو. احرص دايما ان انا اكون بعيدة عن غرزة المنزلق اللي انا بعملها منتهى الاول دي، عشان يبقى شكلها كويس. واحد، وهنا تلاتة، هنعمل هنا واحد، اتنين، تلاتة، وارجع هنا اعمل في كل واحدة اتنين. هنا اثنين، اخر غرزة معانا اثنين منزلق، وهعمل غرزة التثبيت بتاعتي دي، وهاجي اقطع الخيط، بس مش هقطع غرزة قطعة صغيرة في الخيط، هقطع قطعة كبيرة شوية عشان هاخدها كلها، و من ومن خلفي هنا كده هبدا اثبت فيها الحلقه اللي هعلق فيها الايد كده. بعد ما خلصنا اخر جزء وعملنا السلسله، هنقدر نبتدي دلوقتي نقص الخيط. وزي ما احنا متعودين ان احنا دايما بنقص الخيط بالولاعه عشان ما يلسلش مننا. خيط السلسله وخيط المكرميه دايما بنقص بالولاعه مش بالمقص، ودايما كمان ولاعة، لان الولاعة مش بتسيب حاجات سودة كده عليه، لا احنا بنعمل بخيط بالولاعة بتخدينا نتيجة كويسة. وتقفلي كمان، هنشد بقى الخيط دلوقتي كده من الغرزة اللي احنا عملناها عشان احنا نبقى قفلنا على كل الشغل. بعد كده هسحب الخيط ده من ورا الشغل كده من ظهر الشغل وحاول ان انا اطلعه بيه، اثبته من ورا هنا كده واثبت الحلقة اللي هعلق فيها الشنطة. هنحاول زي ما نكون بنخيطها واحدة واحدة كده، وتبقى سراجة، وبعدين هعملها زي ما تكون عقدة. هوريكم ازاي عملتها عشان اثبت الايد الحلقة عشان خاطر اللي علق فيها الايد. بناخد شد الخيط الناحية التانية وارجع الناحية التانية هنا، ارفع شد الخيط تاني. هي المكان واسع مش محتاج ابرة يعني، ممكن جدا هو بايدينا كده اشد الخيط شد جامد بحيث ان هي تبقى متينة معايا. وبعد كده هبتدي اشد الخيط واعمل عقدة وانا بشده زي ما احنا شايفين كده،
زي ما اكون بخيط خيط عادية جدا، مفيش اي مشكلة معاه. نرجع نشد الخيط من كل اللي احنا عملناه الحلقات دي، واشده جامد بحيث ان انا امتن عليه تبقى متينة. بعد كده بقى هبتدي ان انا ادخل الابرة تاني، بس هعمل عقدة زي ما هتشوفوا دلوقتي. هدخل الفتلة كده، وهدخل من وسطها كده الحلقة اللي انا عملتها دي، ومن وسطها هدخل الفتلة بتاعتنا اللي بشغل بخيط بيها من الاول. في وسط الحلقة دي هدخل الفتلة كده، عملنا عقدة اللي ناخد بالنا ان الخيط ده ناعم شوية فممكن بيتزحلق بسهولة، لكن العقدة دي هي الحلقة اللي احنا بنعملها. ابتدي هنعمل كذا حلقة بالطريقة ديت بحيث انها تبقى متينة وتمسك الشغل. الكلام ده كله طبعا احنا عملناه، هي نعمل الدايرة اللي هنعملها حلقة، وبعدين من جوه الحلقة هندخل الخيط تاني. ناخد بالنا اللي احنا عملناه في الجنب دوت هنعيده تاني بنفس التفاصيل دي في الجنب التاني عشان يبقوا اتنين زي بعض. طبعا انا مش هقدر اعمله لكم تاني هنا على الفيديو عشان خاطر ما اطولش عليكم الفيديو، فهنكتفي من ان احنا نعمل كده، نعمل جنب واحد وانتوا هتكملوا الجنب التاني زيه بالظبط اهو زي ما احنا شايفين. الخيط بمنتهى السهولة بيتشد معي. نعمل الحلقة وبعدين هندخل الخيط الناحية التانية ونطلعه من وسط الحلقة دي، ماشي؟ انها تعمل عقدة معي. بسيطة جدا. وبعدين هلف الخيط من الناحية التانية من ورا من ظهر الشغل، وابتدي هقطعه تاني كمان حلقة، وبعد كده هقطع الشغل معاه. الخيط هقطعه من ظهر الشغل عندي هنا عشان ما يبقاش باين. هوريكم اقطعه ازاي، زي ما احنا متعودين كده ان احنا بنقطع بايه، الولاعة. ابرة الكروشيه بتساعدني ان انا تدخل معايا بس الخيط عشان المكان ابتدى يضيق طبعا، ازاي ما احنا كنا ابتدينا بيه المكان كان واسع فوق وتحت، لكن هنا طبعا الفتحة بتاعت الشنطة دي بتبقى دي، فاحنا لازم نستخدم الإبرة أو أي شيء يساعدنا إن احنا نضيق المكان. شد الخيط من ورا بقى ده من ظهر الشغل هنا كده، وابتدي إن أنا أقص الخيط. دايما أنا بحرص إن أنا وأنا بشتغل كده إن أنا أقص، إن أنا أشد، سوري، أشد دايما الخيط. بص المتينة ازاي دلوقتي كده منتهى المتان. هبتدي ان انا اقص الخيط عشان ان انا هربطهم مع بعض. الفتلة اللي كانت بادية من البداية بتاعتنا دي خالص كنا احنا سايبينها، البداية بتاعتنا هربطهم مع بعض، البداية والنهاية دول. وبعدين كمان الجزء اللي فاضل ده اربطهم ربطتين تلاتة حسب ما تشد معايا كده، لان هو خد بالنا ان هو ناعم فبيفك. وبعد كده هلسعه الجزء الاخير ده برضه هعمله بالولاعة
كده، وبعدين ظهر الولاعة هلزقه على الجزء الخيط اللي موجود بره بحيث ان هي ما تفكش، وبرده شكلها يبقى مظبوط شوية، شكلها يبقى كويس لطيف مبقاش فيه اي مشكلة. هبتدي ان انا اجيب بقى الايد الجاهزة، احنا قلنا ايد الجلد دي جاهزة، وجاهزة معاها كمان الشنكل بتاعها، وهتركب بمنتهى السهولة في الحلقة اللي احنا ركبناها دلوقتي، سهلة جدا.